شو عم تقول؟ احكي غير الحكي. الله وكيلك يا زعيم، هذا اللي صار. ابو علي مر زعيم، مثل البرق جهز لي جوز خيل والعربيه. بس يا زعيم سرعه، لساتك واقف. امرك زعيم. معوني يا شباب، ما بدي بياري ملونة بالمحمل منوب. خير يا زعيم؟ شوفي مثل ما سمعت كل شي في بياري وعلام تنضب. أمرك زعيم. يا حيف يا حيف وميت حيف يا حيف. بحارتي بحارتي ولك تز لك صبحي. وينك يا شام؟ يا حيف يا حيف يا شام. ايه والله يا زعيم، يا حيف يا ميت حيف. قالوا لي لهلأ انك ما اكلت شي ولا حطيت بتمك نقطة مي. لا يا اختي لا. عيشي مني، جيبي لها شربة مي واعملي غدا، بدنا ناكل انا واختي. على عيني. هي اختي بيهون عليك، وانا كمان ما اكلت هلأ. ضعفان يشيلك اختي، اما يوجعك شيء لك فهميني مشان الله. ليش ساكتي؟ لك حاكيني مشان الله. يلا أختي خلينا ناكلنا لأمي. دايم الله لك أمي، دايم الله. صار لك مدة صايمة مع ما تاكلي. ليكي تفرجي وشك كيف صاير، تفرجي لك بخيلك كل أختي من جمال لك يا أمي. لا 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 يا شباب، لك شو عم تسووا؟ خير خير عمي نزيل. لك أنا خير. ها شلون هيك عم تشيلوا الزينة قبل ما يجي الحجة؟ لقيناها مو مناسبة. شو هي اللي مو مناسبة؟ لك حمزة، أنت عم تصرف من راسك ولا الزعيم هو اللي بعت لك خبر؟ في قتيل بالحارة لك عمي، ومو حلوة يكون بيت الزعيم مزين. شو بنا؟ أيوه صدق الله العظيم. الفاتحة. السلام عليكم. استفادت الله رحمة يا أبي، شد حيلك ولا تنسى الله أوصانا بالصبر. العمر لكم معلم شهران، الله يرحم حياتك الباقي يا أبو علي.
بقية بحياتك والله يجعل مسواه الجنة. سلم عمرك شرفه. اسمعوني يا رجال. اسمع يا رجال، الزعيم بده يحكي. اسمع انت خص نص يا شهران، يلي لازم تعرفه انت وجميع الخلايق بالشام وضواحيها، لازم تعرفوا انه هذا اللي انقتل ابني شهيد الله، مو بس ابني، هذا اغلى واحد من اولادي، وعلى مسمع الرجال كله والحاضر يعلم الغايب انه دم صبعي صار برقبتي انا، ودار شهران هو دار ابو حمزه، وحقك يا شهران بتاخده من هالشوارب هدول. الله يرضى عليك يا ابني، التفت لشغلك وترك هالموضوع علي انا، وما بيصير غير يلي بخاطرك. بس يا زعيم. خلاص حكينا، أمركم يا كبير. يلا تجسروا يا رجال. تفضل فينا تفضل. لك الله يعلي مقامك ويعمروا لبيتك بجاه الأولياء يا أبو حمزة يا شيخ زعمات الشام كلها. الله ربي ومولاي يديم صحتك ويديمك فوق راسنا يا شيخ زعمات الحارة كلها. أهلين أبو يوسف. يا أبي. شو يا أبي؟ شايف هذا الرجال اللي واقف مع الزعيم؟ إيه شو؟ هلا بس لنطلع بلك. يا شوفي بتعرفه؟ هلا بلك يا ابي، هلا بلك. مروق لعندي بعد صلاة الظهر بكرة، عاوزك. ايه شو عليه؟ شو عليه يا زعيم؟ مر براسي لعندكم انا، براسي بمر. يلا السلام عليكم. عظم الله اجركم. شكر الله وسعيكم. السلام عليكم. عليكم. السلام. مطولة معك هالبروزة. الله لا كان جابك. بيع. تروح بتشوف لي الدس بتخليه ياخد القول عزة وباقي القضايات اللي عندي على المضافة، ما بدي اياهم يجوا يسلموا علي هون. علم زعيم. شو أبو عبدو؟ أمين وخاين بحارتنا ما بيجتمعوا. مادد إيدي يا كبير، مادد إيدي لإلا. الحمد لله على السلامة وعبال العودة، وناخذ بالخاطر. أنا ما بدي حدا يبارك لي، لا بدي حدا يقول لي الحمد لله على السلامة قبل ما اسحب روحه للي قصف عمره لشيخ شباب الحارة وغدر فينا وحرق قلوب أهله عليه. فهمت ولا طالع لك فيها فرمان أبو عبدو؟ بأمرك زعيم، وكلياتنا معك وأنا أولون، واشهدوا علي يا رجالة. وهي إيدي بإيدك. هاي مو هلأ وقتها، إلى وقت تاني. أهلين وسهلين، شرفتوا يا بضايع، تشرفوا. أهلين وسهلين. أهلين وسهلين، شرفي. أهلين. على رأسي، على رأسي. أهلين. شرفوا عمي. ما كان لها لازمة جاية هلا ولا الدز؟ شلون ما كان لها لازمة؟ الحارة قايمة قاعدة. مظبوط حكيوا للغول دز. وشلون زابطة معك هاي الفندي باشا؟ فصفص لي ياس سيدو. مفصفصة ما بدها، الرجال هلا ما شاف عياله. شو ما منحس نحن لك دز؟ ايه سيدي، لاحق لاحق. شلون يعني؟ الزلمة صار له غايب 3-4 شهور عن عياله وأهليته، يجي هيك؟ مثل المطاريد؟ ايه مو أصول بنوب؟ لا أبو حديد، أصول ونص. شلون أصول ونص لك دز؟ يعني مو أحسن ما يروح له شي 3-4 قتلة؟ ولكو الله، لو يروحوا 10 ايه ما بيسوا ضفره لصبحي عليم الله. مزبوط هالحكي. ايه والله، اي والله خساره. يا ويلو يا ويلو اللي عملها العمليه، يا ويلو. لك انا شو عم تحكي لك دز؟
بتعرفوا يا أبضايات؟ قول. موتة الصبحي هاي بتوطي الراس لتحت. شنو هالبني آدم ما في مثله بكل هالدنيا، واللي عمل هالعملة هذا واحد خوان. هذا هو حكينا ولك دز. ايه بس نحن بدنا نمسك الخاين، مو بدنا نقتل البري. أنا هاد مقصدي. والزعيم لما بيحط إيده بشغلة لا ممكن يضر حدا ولا ممكن يتآذى حدا. انتوا معي يا أرجاء؟ شو اللي بده مني الزعيم؟ يعني بعمره ما بعد رأيي. لا أرسل لي على أصابعي راس عليم الله، حسيت الشرر طالع من عيوني. والله توهوشت قلبي، قلبي نقزني من القصة. الله يستر. لكن إيش أتوهوش؟ بكرة بشحطه على المحل وبورجي خلبان بيتي، وساعتها بطلع منها أنا لكن وبخربه كمان بحق الخوابي وحق كل شي رزق. لقيت المضبوط. سلامت راسك يا شهران، العمر إلك. تسلم يا زعيم. بدنا نعمل له ختمة لصبحي. ختمة تانية؟ وثالثة ورابعة. أمرك زعيم. بكرة بدي إياك أبو عبدو. خير زعيم؟ كله خير، كله خير. مروق لعندي عاوزك. بكرة عندي طلعة لازم لي بضاعة للمحل. تتأجل البضاعة. بس ارجع إن الله راد. قبل ما تروح من بعد أمرك. في جوز كلام بيني وبينك. وشو الجوز كلام؟ هلأ مو وقتها. خلينا ناخد بخاطر الخانم شهران. شرفوا. إن شاء الله العمر لكم. سلم أمرك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شيء ليلى سامي انه اجى الزعيم والشيخ لحتى ياخذوا بخاطري. يلا يا بيلا. يلا على عيني. شرفتونا يا اسيادنا. الله يخليك. اهلين. اهلين ستي. الزعيم ابو حمزه وشيخ الجامع جايين ياخذوا بخاطرك. اخي شهران قال تفضل. شرفوا عمي شرفوا. يا ساتر يا رب. يلا يلا. السلام عليكم. السلام عليكم. العمر إليك يا خانم. الله يعوضه الجنة. العمر إليك. رب العالمين قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والحكي هاد انت سيد من علم وفهم يا خالد، ونحن كلياتنا امانه بهالدنيا. فاذا واحد بده ياخذ امانته ما بيقدر حدا يعترض عليها. والحكي يعني ما لازم اقول لك يا لانه انت ست العارفه، بس نحن واجبنا انه نذكر. الذكرى تنفع المؤمنين. ما هيك يا اختي؟ الله يعظم اجركم ويعوض الجنه بجاه سيدنا محمد. كبيرتنا انت يا خانوم، والمرحوم صبحي مو اخوك لحالك، هذا ابننا. وانا قدام رجال كلها اخذت عهد على حالي وربنا هو الشهيد انه ما رح يهدالي بال قبل ما اعرف غريمه لصبحي واشفي غليلك واشفي غليلي وغليل كل شي انجرح فؤاده على المرحوم. بقى لي كلك فكري وسلمي امرك لله واتركي الباقي علي. بس يلي بدي اياه منك يا اختي انك يعني ما تتضعضعي، شنو في خلايق كثيره معتاستك وفهمك كفايه يا ام جمال. شرفوا يا بشرف. يلا. شو وصيتك يا شهران؟ الله يرضى عليك. من بكرة بتفتح محلك وبشوف رزقتك
والباقي اتركوا علي. انا بامرك زعيم، ان شاء الله ما بيصير الا كل شيء بيرضيكم. يلا السلام عليكم. السلام عليكم.